مباراة بروكسي السنة اللي فاتت كانت مباراة صعبة الزمالك كسب جدا. بالعافية. بالعافية بالظبط. ازاي جمز يتعامل مع المباراة دي؟ بصي انا هقول لك على حاجة، مباراة الكاس دي خلي بالك هتبقى غير الدوري طبعا. يعني بالنسبة له هو يعني مثلا مش هيدفع بالناشئين قوي في المباراة دي، لان دي الدوري خلاص هو الترتيب بتلعب مثلا من الثالث للرابع للخامس، يعني الترتيب خلاص. لكن مباراة بروكسي هو ما موش غير المكسب، فهيلعب بالتشكيل الاساسي بالنسبه له اللي هو يلعب بيه. يعني التشكيل الاساسي هتلاقيه بالقوه الضربه بتاعته، لان طبعا مباراه الكاس ما لهاش كبير، ولنا تجربه ولنا عبره في نفس الفريق الموسم اللي هو ما اعرفش اللي قبل الماضي، لما بروكسي كان بيتقدم والزمالك بتعادل، وفاكر جون الحمزه المسلوسي كان التعادل في اللحظات الاخيره والزمالك تقريبا كسب في اخر دقيقه 99 سيف هدف الجزيري. ما انا بقول لك فالمباراه هتبقى مباراه مش سهله، وممكن الفريق بروكسي مش بنفس قوه الفريق كان بيلعب من سنتين، ولكن مباراه الكاس لا تعترف يعني كلها مفاجآت. فالزمالك في المباراه دي طبعا الزمالك كمان عاوز يحصد لقب الكاس، انا ضاع مني الدوري فهلعب على الكاس صح. فمش محتاج بقى ان انا اجرب ولاعب، انا ممكن ايضا معايا بعض الناشئين الموجودين ان انا ممكن استفيد لو الامور مشيت بشكل كويس برضه يبقوا موجودين معايا ومستمرين، ان انا يبتدي ينزل مثلا في ياخد تلت ساعه ياخد نص ربع ساعه الكلام ده كله، ودي حاجه كويسه. لكن القوه الضربه عندي من بدايه المباراه لازم ان انا اكسب، لان دي بطوله بالنسبه لي، والزمالك طبعا بطوله الكاس من البطولات المحببه ليه، فالزمالك عاوز يكسب، فان شاء الله الزمالك باذن الله يقدر يفوز بالمباراه ويتجنب المفاجآت طبعا، لان انت بعد كده يعدلها. لان بعد كده طبعا انت كل يعني دور ال 16 هتلعب مع فرقه اكيد من الدوري الممتاز، لان الفرق الدوري الممتاز كلها بتلعب فرق من الدرجه الثانيه، فانت اكيد هتقابل فرقه دوري ممتاز، فهتبتدي تدخل في مباريات اصعب، هتبقى مواجهات اصعب. بعدين ما ينفعش لا قدر الله زمك يخرج من دور ال 32 تبقى كارثه، فانا لازم نازل، دي بطوله انا عايز اخدها. عندي دور ال 32 ال 16 ال 8 قبل النهائي خمس جولات، الخمس جولات دول ان شاء الله كنادي الزمالك لازم ان انا باذن الله اكسبهم واحصل على بطولة كاس مصر. طب انا يا كابتن جوميز يعمل ايه مع الضغط ده؟ يعني انا امبارح كنت بلعب بلدية المحل ويوم الخميس عندي بروكسي. جميل، تلاحم ضغط. ما انا اقول لحضرتك، ما انا مريح عدد كبير من اللعيبه الاساسيه. لا بس انا عندي لعيبه تانية في المنتخب الاولمبي ماشي، ما يعني انا عندي لعيبه مصاب، عندي لعيبه مهمه مصابه. انا عارف، لكن انا عندي ما يعني انا ما هو خلي بالك، انا الفتره الاخيره انا عندي لعيبه الشباب دول اللي يلعب كل 3 ايام، لكن اعمل ايه؟ لعيب زي عبد الله السعيد لعيب ما عنده 39 سنه ده كتر خيره لما بيلعب كل 3 4 ايام، لكن لعيب لسه عنده 20 سنه 19 سنه لا يشتغل، يلعب كل يومين مش كل 3 ايام، لسه في عز شبابه وصحته فيشتغل. يعني مثلا عبد الله السعيد امبارح لعب مثلا خد نص ساعه اقدر ابدا بيه الماتش اللي جاي. هي محتاجه خلي بالك برضه، محتاجه ازاي ان انا اعمل الروتيشن اللي انا بشتغل بيه كمدير فني. يعني دي ميزه الكوتش كمان، ان هو ازاي يبقى عنده حسابات. مثلا عندي مباراه طول الشهر فانا ابقى عامل حسابي الماتش ده كذا، الماتش ما ببصش على ماتش واحد، لازم اعرف انا عندي الاجنده المباريات اللي عندي ايه، على والروتيشن عندي ايه، والاماكن عندي ايه، واللعيب اللي ممكن يلعب في كذا مكان. خلي بالك دي شغلانه صعبه جدا، فهو اكيد جوميز قاعد بيدرس الكلام ده كله. عارف عنده بروكسي، بعد كده عنده بيراميدز. استنى انت غايب عندك يعني زيزو. طبعا ده زيزو نص الفريق، مش محتاجه زيزو في نادي في فريق زمالك نص الفريق، لعيب مهم. وطبعا مش شيكابالا، ممكن شيكابالا سمعنا ان هو عدى تدريبات مره اخرى، اعتقد عودته هتبقى كويس. شيكا وفتوح رجعوا بس لسه ما يقدرش طبعا مش هيقدر يدفع بيهم المباراتين الجايين اللي هو بروكسي وغالبا عندنا بيراميدز. انت اعتقد انت محتاجهم جدا في بروكسي. ما يعني لا خلي بالك هم اللعيبه عندهم من الخبرات، يعني شوف بقول لك لو اللعيبه دي بقت سليمه ممكن العب بيها ابدا بيها المباراه، ليه؟ اللعيب بتعود بقى خلاص، اللعيب ممكن يقعد بالاربع خمس شهور يلعب عادي، فيعني مش لعيب لسه ناشئ بقى خايف ان انا ادفع بيه ولسه راجع من اصابه. ده لعيب بيجي من معلش احنا بنقول بلغه الكوره يجي من بيتهم يلعب، انت فاهمه كلامي؟ فهو شيكابالا وفتوح لو اوكي ان شاء الله المباراه البروكسي على الاقل يبقوا متواجدين في قائمه البدلاء ويشاركوا، فوجود عوده فتوح وشيكابالا مهمه جدا، خاصه انت داخل على مباراه قويه الفتره اللي جايه، داخل على مباراه سوبر مع النادي الاهلي ان شاء الله هتبقى في شهر 9، فانت محتاج تبتدي بقى تعظم الفريق زي ما بلغه الكوره تقوي فريقك وكل القوه الضربه ترجع، بحيث ان انت تدخل ان شاء الله مع عندك مباراه بيراميدز
وعايز اتكلم على مباراه بيراميدز واقول الاقاويل والكلام ده، الزمالك ما بيبصش للحاجات دي، الزمالك بيلعب على المكسب، ملوش اي علاقه باي نتيجه تانية او يفكر ان في منافس او 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 الزمالك هيلعب على المكسب. وانا اتمنى ان الزمالك في المباراه دي يلعب ان شاء الله يقدم مباراه كويسه، ويعني ما عندوش اي توازنات عشان طبعا الكلام اللي طلع والزمالك وبيراميدز لا الزمالك بيلعب هيلعب بالمكسب، ما عندوش اي توازنات في اي حاجه في البلاي. طبعا احنا الزمالك كل همه ان هو بيبص ان هو يكسب اي في اي لقاء بيلعبه.